حاول من خلالها نتطرق إلى حوصلة عن أهم الأوضاع والتغيرات الجوية التي عشناها خلال سنة 2014-2015. ولهذا الغرض نحن متواجدون بالديوان الوطني للأرصاد الجوية مع السيدة هورية برقطة، مكلفة بالإعلام بمصلحة الأرصاد الجوية. أهلا بك سيدة هورية معنا. أهلا بك الأخت نوال، ومرحبا بكم في مقر الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية. يعيشك سيدة. الشتاء الماضي عشنا أمطار معتبرة خلال جانفي 2015، كان مرفوق أيضا بتساقط للثلوج. كيف تصنفون شتاء 2015؟ بالفعل يعني شتاء 2014-2015 يعني كانت بدايته نوعا ما محتشمة. من حيث التصنيف فصنف من الفصول التي شهدت تسلسل يعني معتبر من الاضطرابات الجوية التي خصت أغلب المناطق الشمالية للوطن. يعني هو يصنف أيضا كأنه فصل كان ماطرا من حيث كمية الأمطار المعتبرة. نعم، هل سجلنا بالفعل أمطار معتبرة ودرجات حرارة منخفضة خلال فصل الشتاء 2014-2015؟ بالفعل أخت نوال، يعني من حيث الأمطار خاصة يعني العشرية الثانية لشهر جانفي. نعم. وبالضبط بداية من 16 من شهر جانفي كانت هناك اضطرابات جوية يعني معتبرة نشيطة. نعم. يعني حتى سجلنا كميات من الأمطار قد تعدت 77 ملم على بعض المناطق الغربية للوطن. نعم. فيعني على سبيل المثال أذكر 57 ملم كانت على منطقة سعيدة، حوالي. نعم. 65 ملم على منطقة الغزوات. يعني. نعم. هذا كان فقط كتذكير لتلك الأمطار التي تساقطت في بداية شهر جانفي، حتى يعني النهاية تاعو كانت معتبرة من حيث كمية الأمطار. بالنسبة لدرجة الحرارة، بالنسبة لدرجة الحرارة الأخت نوال، يعني فصل الشتاء كان معتدل نوعا ما. نعم. فلم نسجل درجات حرارة قصوى يعني كأرقام قياسية. نعم. ولكن بالنسبة لدرجة الحرارة الدنيا كانت. نعم. جد معتبرة، فدرجة الحرارة الدنيا الليلية والصباحة سجلنا حوالي ناقص 7 درجات على منطقة تبسة، ووصلنا حتى ناقص 5 درجات مئوية فقط كدرجة حرارة الدنيا على منطقة أيضا أم البواقي. نعم سيدة هورية، هل كان هناك تساقط معتبر للثلوج خلال الشتاء الماضي؟ بالفعل يعني حتى كان لنا موعد مع الثلوج ليس الأمطار فقط. نعم. فهذه الثلوج في بعض الأحيان أدت إلى انعزال بعض القرى، يعني كانت منعزلة نظرا للتساقط الكثيف للثلوج. أذكر دائما كتذكير على يعني سمك الثلوج الذي سجلنا حوالي يعني 20 سنتيمتر. نعم. على منطقة سطيف حوالي 16 سنتيمتر كسمك للثلوج على منطقة تيارت، ويعني كذلك 10 سنتيمتر على منطقة قد خنشلة. هذه يعني كأرقام كانت أهمها بالنسبة لسمك الثلوج في بداية فصل الشتاء الماضي. سيدة هورية، نمر لفصل ربيع 2015 الذي يعتبر مرحلة انتقالية كما يتميز بتذبذبات في أوضاع الجوية. نعم. كيف كان ربيع 2015؟ إذن بالفعل أخت نوال، يعني أرجع نوعا ما إلى فصل الشتاء في. نعم. جملة بسيطة نوعا ما ولكنها مهمة. فحسب المصادر الإعلامية ذكرت. نعم. أن فصل يعني الشتاء 2014-2015 أدى إلى خسائر مادية، ولكن اللي يهمنا أن حس الخسائر البشرية كانت موجودة. نعم. حوالي. صح. 9 أشخاص يعني فقدوا حياتهم في هذه الاضطرابات الجوية. فيما يخص الربيع، بالفعل أخت نوال بدايته كانت ماطرة نوعا ما. فصل الربيع سجلنا بعض الأمطار ولكنها كانت أقل حدة من تلك التي شاهدناها في فصل الشتاء. شاهدنا أيضا تساقط بعض الثلوج، وهذه الثلوج أيضا يعني سمكها كان خفيف. على سبيل المثال يعني نذكر للذاكرة فقط حوالي 25 ملم سجلت على ميلا، 16 ملم على منطقة سوغاراس. فيما يخص الثلوج كانت ضعيفة نوعا ما في فصل الربيع، فحوالي 5 سنتيمتر فقط سجلت بمنطقة سطيف، 3 سنتيمتر بخنشلة، و2 سنتيمتر في باتنا أيضا. هل كانت هناك أمطار معتبرة؟ يعني ممكن نقولوا كانت أمطار ولكن لم تكن معتبرة، بل متوسطة فيما يخص الكميات ومتوزعة يعني خاصة على المدن الداخلية. نعم. الوسطى والشرقية للوطن. نعم سيدة هورية، معروف أن فصل الربيع يتميز بهبوب رياح تكون قوية نسبيا، ما هي أقصى سرعة
سرعه رياح يعني سجلت خلال ربيع 2015. بالفعل وكما ذكرتي اكرر مره اخرى ان فصل الربيع هو مرحله انتقاليه، نعم. معروف بتواجد الرياح خاصه على منطقتنا كمنطقه لحوض البحر الابيض المتوسط. الرياح معدلها كان ما بين 90 الى 100 كيلومتر في الساعه، اذا كانت الرياح نوعا ما قويه، وهذا ما ادى الى في المناطق الجنوبيه ادى كذلك الى الزوابع الرمليه. نعم. بما ان يعني فصل الربيع ايضا معروف في الجنوب الكبير انه هو اللي يؤدي الى رداءة الرؤيه نظرا لتكرر الزوابع الرمليه. نعم سيده هوريا، ننتقل الان لفصل الصيف الذي يعتبر يتميز ايضا بالحر والجفاف. هل سجلنا درجات حراره قصوى كانت مرتفعه نوعا ما خلال الصيف 2015؟ بالنسبه لصيف 2014 2015 ايضا صنف على انه صيف معتدل. فيما يخص درجات الحرارة القصوى أقصاها على المناطق الشمالية كانت 45 درجة مئوية، نعم. على كل من غيريزان شلف ومنطقة معسكر، نعم. فيما يخص المناطق الجنوبية يعني أقصى درجة حرارة سجلت في فصل الصيف سجلناها في محطتنا في المناطق الجنوبية كانت حوالي 48 درجة مئوية على منطقة عين صالح، نعم. إذن فيما يخص هل هناك كان حار أم لا، حسب يعني المعطيات الجوية وحسب رصدنا فتبقى دائما درجة حرارة فصلية عادية. يعني حتى شهر رمضان المبارك كان حار نسبيا. بالفعل يعني هنا أصحح برك الأخت نوال أن ما تتحدثين عنه هو الإحساس بالحر، نعم. إذن هناك فرق بين رصد درجة الحرارة في المحطة والإحساس بالحر بالنسبة لأي مواطن كان. إذن بالفعل يعني درجة الحرارة التي سجلت كانت فصلية عادية، ولكن الإحساس بالحر اللي تدخل فيه عناصر أخرى. نعم، ما هو السبب؟ السبب في أن الإحساس هو مرتفع هو أن تواجد أيام 30 يوم، نعم. من بداية جويليا إلى نهاية شهر جويليا كانت كلها أيام حيث نسبة الرطوبة مرتفعة، كانت، نعم. مرتفعة وما حبطتش تحت 60 يعني نسبة مئوية، 60 نسبة مئوية بالنسبة لكل المناطق الشمالية للوطن منها الساحلية وحتى الداخلية. إذا نسبة الرطوبة مرتفعة، درجة حرارة فصلية 40 إلى 45 درجة مئوية تؤدي إلى إحساس أن درجة الحرارة قد تصل حتى في بعض الأحيان إلى 50 درجة مئوية. نعم سيدة هوريا، نمر الآن إلى فصل الخريف الذي يعتبر مرحلة انتقالية نحو فصل الشتاء يتميز أيضا بتذبذبات جوية. هل شهدنا خلال فصل الخريف 2015 تساقط أمطار معتبرة مقارنة بالمعدل الفصلي؟ إذا بالنسبة لفصل الخريف، نعم. كان نوعا ما أيضا معتدل، ولكن هناك شهر خاص في هذا الفصل هو شهر أكتوبر، نعم. حيث اعتبر شهرا ماطرا، ففي شهر أكتوبر سجلنا أمطار كانت معتبرة، أمطار موسمية، هي رعود موسمية سجلت. وعلى سبيل المثال أذكر على سبيل المثال سجلنا حوالي 44 مليمتر في فصل خريف سنة 2015، نعم. على برج البحري 40 مليمتر على منطقة وهران، 35 مليمتر كذلك على منطقة تندوف. إذن الأمطار كانت معتبرة في يعني شهر أكتوبر، نعم. إذن إذا تحدثنا على الخريف بصفة عامة فهو يعني شهر أو فصل عفوا ماطر، نعم. بالنسبة لدرجة الحرارة هل كانت هي الأخرى فصلية؟ بالنسبة لدرجة الحرارة يعني بداية في فصل الخريف، نعم. نبدأ بسبتمبر. سبتمبر في شهر سبتمبر كانت درجة الحرارة يعني نوعا ما مرتفعة، نعم. حتى قلنا صح. أنه امتداد لفصل الصيف، صيف. نعم. وبعد ذلك أتى شهر أكتوبر عدنا إلى درجات حرارة يعني عادية و تحولنا إلى درجة حرارة نوعا ما منخفضة بالأمطار التي تساقطت، نعم. وبعدها يعني وصلنا أخيرا إلى شهر نوفمبر وكذلك، نعم. بداية شهر ديسمبر حيث كانت يعني درجة الحرارة مرتفعة نوعا ما على معدلها الفصلي، وهذا ما نعيشه حاليا الأخت، نعم. يعني في بداية شهر ديسمبر سجلنا نوعا ما درجة حرارة قصوى كانت نوعا ما مرتفعة على معدلها الفصلي. نعم سيدة هوريا، المواطن يتساءل عن عدم تساقط الأمطار لحد الآن، في رأيكم إلى ماذا يعود السبب؟ بالفعل شهر ديسمبر كان نوعا ما جاف، نعم. جاف من حيث صح. يعني تساقط الأمطار. لاحظنا يعني ميزة أخرى لشهر ديسمبر هو أن درجات الحرارة القصوى
كانت مرتفعة في الظهيرة، نعم. أما درجات الحرارة الدنيا كانت جد منخفضة، فالفارق بين الدرجتين كان جد مرتفع مع سماء تكاد تكون صافية، نعم. وأجواء مستقرة. نعم. سألتني الأخت نوال، نعم. نعم عن السبب، فالسبب يعود إلى تمركز واستقرار مرتفع للضغط الجوي خاصة المناطق حوض البحر الأبيض المتوسط، فأصبح بذلك حاجز لكل الهواء البارد وحاجز للاضطرابات الجوية، نعم. يمنع الاضطرابات الجوية أن تلتحق بمناطقنا للأسف. نعم سيدة هوارية، لو نختم لقاءنا بتوقعات أحوال الطقس لشتاء 2016 إن شاء الله. إذا إن شاء الله إحنا دائما نتفائلوا إن شاء الله، ويعني نقول إن شاء الله بإذن الله حسب يعني تحليل النماذج العددية المناخية وليست الرقمية العادية بل المناخية، يعني تقول بلي إن شاء الله على مستوى الوطن على مستوى الجزائر نتوقع إن شاء الله أن يكون الشتاء مش في البداية تاعو بل في أواخر الشتاء إن شاء الله راح تكون أجواء ماطرة بإذن الله، إن شاء الله وحتى بإذن إن شاء الله الله تكون مفوقة ببعض الثلوج بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. سيدة هوارية بالرقطة مكلفة بالإعلام بمصلحة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات وكل عام أنت بألف ألف شكرا خير. شكرا كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء يا رب الله. مشاهدينا الكرام إذا وصلنا إلى ختام هذا العدد الخاص، شكرا لكم على حسن المتابعة، كل عام وأنتم بألف ألف خير، في أمان الله.